السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة دائما يا ربي، وعواشركم مبروكة، تدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. وكنرحب كاع البنات اللي عندي في القناة والبنات اللي عاد انضموا جداد، كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنسوش تضغطوا على الزر الأحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. واليوم ان شاء الله غادي نحضر شباكيه وكنتمنى انها تعجبكم، وكاينين 4 ديال الطرق ويمكن لكم تختاروا يعني الطريقه السهله. وان شاء الله كما كتلاحظوا الشباكيه جات مجعبه وغزاله، وغادي ندوز دابا باش نوريكم المقادير. عندي كيلو ديال الدقيق الابيض اللي سبق لي وغربلته، عندي كاس ديال الزبده بالعبار ديال كاس ديال العنبه، عندي كاس ديال الزيت الرومية، يمكن لكم تستعملوا نص كاس ديال الزيت البلدية والنص الآخر ديال الزيت الرومية العادية. وعندي كاس ديال الزنجلان مطحون خضر ومغربل، وكاس ديال اللوز حتى هو مطحون خضر ومغربل، ومعلقة ديال القرفة، ومعلقة ونص ديال الخل، معلقة كبيرة ديال النافع، ومعلقة كبيرة ديال حبة حلاوة اللي سبق لي وغربلتهم. وعندي الماء الزهر مخلط معاه شويه ديال الزعفران شعره، خليته فيه حتى يعني طلق داك اللون ديالو، والقليل المسكه الحره اللي دقيتها بالقاع ديال الكاس مع شويه ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملح، والخماره ديال الحلوه، والقليل من الماء اللي غادا نجمع به العجين. ودابا غادا ندوز باش نخلط هاد النواشف مع بعضها. خديت هاد الانيه هادي او البول هكا ديال الخشب اللي غادا نخلط فيها هاد المكونات، ودرت حفرة في الوسط وضعت فيها الزنجلان اللي مطحون ومغربل كما قلت لكم، واللوز حتى هو مطحون بالقشرة ديالو وغربلته يعني ما محمره ما والو، باش ما يجيش ما ينشفش لينا الشباكية ديالنا، خاصكم تخليوه هكا طري بالقشرة ديالو غربلوه. وضعت القرفة، شوية ديال الملحة، مسكة الحرة، ويمكن لكم توضعوا القليل من الجوزة، انا ما استعملتهاش يعني كتبقى اختيارية يعني مش بالضرورة. ووضعت الخمارة ديال الحلوة، ويمكن لكم توضعوا اصفر بيضة، يعني البنت اللي بغات هكا الصفر ديال البيض يمكن ليها توضعوا، ولا شوية ديال الخميرة. انا اكتفيت غير بالخمارة ديال الخبز يعني، وكتصدق ليا يعني مش اول مرة كنستعملها غير بالخمارة، كتجيني زوينه من الاحسن هكا باش ما تريسكيش مع الشباكيه ديالك وتصدق لك مدايره، يعني اللي ما واثقاش باللي غادي تشبك، وخصوصا اللي كتكون يدها غير بوحدها يعني ما كيلاش تستعمل الخميره ديال الخبز، واللي عارفه يدها خفيفه ومعها شي حد هكا كيعونها ودايره كميه قليله يمكن ليها تستعمل هكا مع راس المعلقه ديال الخميره ديال الخبز. وانا اكتفيت بالخماره ديال الحلوه، وصراحه كتجي زوينه ومجعبه وما محتاجاش يعني ماشي بالضروره كما قلت لكم. وكما كتلاحظوا راني بديت كنخلط هذيك المكونات الجافه مع الدقيق مزيان، حتى يعني حتى الدقيق يتشرب ديك النواشف اللي وضعت فيه. وهذا نبقى هكا نستمر ندخل دوك المكونات مزيان مع داك الدقيق حتى تنسجم كاع المكونات، ويمكن لكم تحتفظوا به ساعه ولا ساعتين حتى يعني داك المكونات تنسجم مع بعضها اكثر. انا خليته تقريبا شي ساعه، ومن بعد جبت يعني المكونات الاخرى باش نكمل الشباكيه ديالي، وضعت الزبده والزيت كما لاحظتوا. وهذا نبقى هكا ندير بيدي حتى يدخل ديك الزبده والزيت مع بعضهم مزيان كما كتلاحظوا، خدموا بيدينا. الطريقه راه سهله وبسيطه، ويمكن لاي سيده انها تصيب شباكيه في الدار، ماشي بالضروره حتى تبقى تشريها وتعرف اشنو كدير فيها. وكما قلت لكم بالنسبه للوز او لا، يمكن لكم ما تستعملوش، يمكن لكم تكتفيوا غير بالزنجلان، يعني اختياري كيبقى. يمكن لكم تحيدوه من هذه الوصفه اللوز اللي ما بغاتش تستعملو، استعمل غير الزنجلان راه حتى هو كيجي زوين، يعني مش بالضروره حتى نديرو اللوز. المهم هذه الشباكيه ديالي وبغيت نبارطاجيها معكم، وبزاف ديال البنات طلبوني باش نديرها في القناه، وكنقول لهم كل نهار واخا واخا واخا. ودابا عاد
ادحن عليها الله باش نديرها. وكما لاحظتوا زدت شويه ديال الزعفران، ماشي الزعفران الملون وانما الزعفران داك اللي تيكون في الضامه ديال الزعفران. زدت منها النصف ديالها مع داك شويه ديال الخل، وضعته مع الخليط وجمعت كاع المكونات بشويه ديال الماء. العجينه ما خصهاش تكون يعني كما نقولوا طريه بزاف فوق القياس، يعني بينه وبين ما تكونش عاود قاسحه بزاف، يعني بزاف كاع، يعني ما غاديش تجيكم تولي تقطع عليكم. والطريقه الزوينه والانسب باش العجينه ديالكم المكونات تدخل مع بعضها، استعملوا هاد الخلاط هذا، راه كيجي كيرجع العجينه غزاله غزاله غزاله، مع انني انا العجينه ما وضعتش فيها بزاف ديال الماء كما كتلاحظوا ناشفه. وهو كيحاول يطري ديك العجين وكيدخل المكونات مع بعضها مزيان، وحتى يعني ما بقاش ديري بيدك والمكونات ما كتدخلش مع بعض كما هذا الروبو هذا. صراحه كي غزال 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 بزاف، وكنصحكم انكم ديروا الشباكيه ديالكم فيه صايب. اكيد كما قلت لكم كيرجع العجينه زوينه. ويمكن اللي ما عندهاش هذا الروبو هذا تستعمل الحكاكه، حتى هي راه كدير ترجع العجينه هكا مع بحال الشكل ديالو هو، مي الروبو كيبقى احسن. كيجيني كيخلي العجينه كما كتلاحظوا كتكون كتولي منسجمه مع بعضها، يمكن ليا نتحكم فيها بالعجينه ديال اليدين. صعيب انك تحكمي خاصك ضروري ديري الماء بزايد، وهنا ما كترتش انا الماء، ولكن عاوني الروبو هو اللي قاد ليا العجينه كما كتلاحظوا. العجينه دابا يمكن ليا نشكلها كما بغيت، ويمكن ليا نتحكم فيها يعني بالشكل اللي بغيت انا. في الاول كانت قاسحه، وكما قلت لكم راه الطريقه زوينه. ودابا غادا نبقى ما غادا ندلكها ما حتى شي حاجه، غير نجمع بيدي لانها يعني كلشي المواد دخلات مع بعضها. وكما كتلاحظوا راه دابا المكونات كاع دخلات مع بعضها، والعجينه يعني توحد ليها اللون وكلشي مقاد يعني بلا دليك بلا حتى شي حاجه. والعجينه رجعت يعني طريه، يمكن ليا نتحكم فيها ما خصهاش عاود تكون طريه فوق القياس، وانما انا يعني الاله ديال خلط هاد المكونات هي اللي ساعدتني باش العجينه تجمع مزيان، يعني ما كاين لا دليك لا حتى شي حاجه. ودابا غادا نشكلها كويرات يكونوا متساويين باش نقادها ونديرها في بلاستيك كما كتلاحظوا. العجينه يمكن ليا نتحكم فيها، وهذه هي الطريقه اللي كيقول لك ما كاين لا دلك لا حتى شي حاجه، يعني العجينه كتخدم بوحدها بديك الطريقه ديال الاله اللي استعملت. يمكن لكم تستعملوا اي روبو عندكم، يعني اللي كديروا فيه هكا اللي طحنوا فيه الخضار. انا هاد الروبو هذا اللي كنطحن بيه غير الخضره كما كتلاحظوا، كنصايبها بحال الشكل ديال لاباط فويتي، كنديرها على جوج ديال الجهات، ومن بعد كنديرها على الشكل مربع، وكنقطع العجين من الوسط باش ما تبقاش ليا يعني الكره كبيره. وهاد الشباكيه كتجي مجعبه من الداخل، جربوها اكيد غادا تعجبكم. وكاع كنصح كاع السيدات لانهم كيعكسوا باش يصيبوا الشباكيه، يمكن لكم تصيبوها الدار ديالكم، وراه ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، يعني راه ما كاين لا مجهود لا حتى شي حاجه، غير الا كنتي تخافي ما تستعمليش الخميره ديال الخبز، تفادي انك تستعمليها. ولا ما بغيتيش حتى يعني داك الكشكوشه وما كنتيش كتعرفي تحكمي فيها ديال الاصفر البيض، حتى هو ما تستعمليش، يمكن لك تكتفي غير بالخميره ديال الخبز، عفوا ديال الحلوه. وهذا نستمر بنفس الطريقه، كندير نسرح الكره ديالي وكنرجعها على الشكل ديال لاباط فويتي، كنرققها مزيان بالمدلك وكنطويها بحال الشكل ديال المسمن. المهم كيما كتخدموا المسمن بنفس الطريقه، وهاد الطريقه كتخليها تجي مورقه ومجعبه من الداخل، يعني كتشرب العسل. وكنقسمها على جوج بهذا الشكل،
وغادي نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى نسالي هاد الكويرات اللي عندي على الشكل ديال المسمنة. كما كتلاحظوا كنطويها والعجينة كتجي اللون ديالها كيبان موحد، يعني ما فيهاش داك اللون اللي النصف، يعني كيبان شكل ابيض وشكل اصفر، يعني متعدد الالوان كتبان الشكل ديالها لون واحد. ودابا غادي نغطيها كما شاهدتو ونخليها ترتاح. وغادي ندوز دابا باش نسرح العجين ديالي. كما كتلاحظوا كناخد بالوحده وكنسرح. الطريقه اللي قسمت بها هادوك المربعات يعني ساعدتني باش العجينه عندي ما تبقاش زايده فوق القياس، وهكا نولي كتضيع لي العجينه وعاد نعاود نخدمها من جديد، ما كتبقاش الشكل ديالها بحال الاول. وكندوزها في الآلة اللي عندي ديال اللي كنستعملوا بها كاسباغيتي، او مهم كنستعملوا بها بزاف ديال الحوايج رزيزه، كنرققها في النمره 3. ودابا غادي ندوز باش نوريكم هالطريقه البسيطه. كما كتلاحظوا درت 6 ديال المربعات، او عفوا 6 ديال الشرائط، وكنديرها يعني هذه اي واحد يمكن ليه يستعمل هالطريقه، كتجي بحال الشكل ديال الشجيره، سهله وبسيطه. كما كتلاحظوا 1 2 3 4 5 6، يمكن لكم تخدموها ب8، المهم العدد اللي بغيتو نتوما ديال الشرائط، يمكن لكم تستعملوها صغيره او لا كبيره. وكندير كما كتلاحظوا 2 على 2 وكندورهم من الوسط، وكيجيو على الشكل ديال الشجيره اللي ساهلين وبساط ويمكن لاي سيده انها تستعملها في البيت ديالها كما قلت لكم. ودابا غادي ندوز باش نصايب الشرائط الاخرى. سرحت العجين وعملته على شكل شرائط كما كتلاحظوا، وغادا نبدا ندير فيها بحال الشكل الحلزوني هكا كما كتلاحظوا، يعني شريط فوق شريط بنفس يعني شريط واحد، وكنضغط من الجوانب. وهنا تشكلت عندي شباكيه كما لاحظتوا، عاود الطريقه سهله وبسيطه. هادو بالنسبه للسيدات اللي ما كتبغيش تصدق ليهم الشباكيه، او لما يعني ما كيحاولوا معها وما كتشكلش ليهم، يعني هاد الطريقه اسهل منها ما كاينش. بنفس الطريقه كنضغطوا من الجوانب وكنحاولوا نفتحوا هادوك الشرائط من الوسط، وكتجي عندنا شباكيه اللي يعني كامله مكموله. ولاحظتوا جات شباكيه غزاله، وغاد استمريت بنفس الطريقه. ودابا غادي ندوز الطريقه الثالثه، وهي درت 6 ديال الشرائط، وكناخد الشرائط الفوقانيين وكنضغط من الوسط، وكما كتلاحظوا كيجي الشكل ديال القليم في الوسط، وكنضغط من الجوانب. يمكن لكم تحيدوا يعني الزوائد اللي كيكونوا في الجناب، وكاين اللي كيخليهم باش يطولوا المنظر. وكما لاحظتوا هذه طريقه اخرى، كنسرح الشريط ديالي من بعد ما دوزته في الاله ديال التوريق اللي رققت بها العجين، وكنقطع كندير 5 ديال الشرائط وكنقطع. كما كتلاحظوا كناخد الشريط الاول كنحطه فوق الشريط الثالث، والشريط الثالث كنحطه فوق الشريط الخامس، وكنقاد من التحت كما كتلاحظوا، وكنجمع دوك الجناب الزوائد اللي كيكونوا شايطين وكنضغط عليهم مع بعض. وهي الشباكيه ديالي يعني الشكل هو هذاك. طريقة حتى هي سهلة، خاص غير السيدة يكون عندها الخاطر، يعني الشريط الأول فوق الشريط الثالث، والشريط الثالث فوق الشريط الرابع، عفوا الخامس، وكنقاد الشرائط من التحت وكنضغط على هادوك الزوائد اللي تيكونوا مدليين، وكنقاد الشباكية ديالي وكنضغط من الوسط، وكنستمر بنفس الطريقة. الشريط الأول فوق الشريط الثالث، والشريط الثالث فوق الشريط الخامس، وكنجمع دوك الزوائد اللي كيكونوا لتحت وكنقلب الشباكيه. كما كتلاحظوا يمكن لي نتحكم بها بالشكل اللي بغيت انا. وغادا نبقى نعاود معكم الطريقه باش تشوفوها مزيان.
كندير الشريط الاول فوق الشريط الثالث والشريط الثالث فوق الشريط الخامس، وكنجمع الزوائد اللي كيكونوا عندي في التحت يعني مدليين هكاك، كنجمعهم وكنضغط على الجوانب. وغادي نستمر بنفس الطريقة، نخليكم تشوفوا الصور هكا الفيديو، باش كنتمنى ان الفيديو هذا يكون مفيد، وبزاف ديال السيدات انهم ما يبقاوش يشريو من الزنقة، راه ما كيعرفوش شنو كدار فيها الشباكية، يعني اش من سيرتو العسل، راه كيديروا شي حوايج راه لا اله الا الله. ملي كنشوف شي فيديوهات يعني العسل ما عارفينش شنو فيه، حتى المكونات يعني كل واحد وشنو كيدير. وهذه راه طريقة سهلة وبسيطة، وبزاف ديال السيدات كتعجبهم الشباكية. كنقول لكم نوضوا ديروا الشباكية لراسكم، وخدموها بالطريقة اللي تريحكم، ما تبقاوش تفكروا في الشكل. راه الا بقيتوا كتفكروا في الشكل ديالها ما عمركم غادي نصيبوها. وهي الشباكية راه ما نصيبوهاش غير في شهر رمضان، دائما كنتشهاوها هكا، ويمكن لكم تحتفظوا بها هكا في الكونجيلاتور، راه كتبقى مزيانه ومحافظه على الشكل ديالها. ان شاء الله مره اخرى نوريكم طريقه ديال الاحتفاظ بالشباكيه. يمكن لكم ديروها هكا الناس اللي كيصوموا شعبان، والناس اللي كيصوموا الاثنين والخميس، او لا بلا صيام. احنا كنبغيوها بلا صيام، يعني ملي يكونوا دايرين هكا الحريره او لا مع شي سوب هكا، راه كتجي زوينه. وغادي نوريكم الطريقه ديال 6 ديال الاشرطه، كما كتلاحظوا كنخدمها غير في ايدي وسهله وبسيطه. كندير جوج فوق جوج، وكنضغط على الجناب اللي تيكونوا في الوسط، وكنقاد الشبكيه ديالي كما لاحظتوا. غادا بنفس الطريقة الشريط، وغادا نكمل معاكم باش تشوفوا مزيان. هنا قربت لكم الكاميرا، كناخد الشريط الأول كنحطه فوق الشريط الثالث، والشريط الثالث كنحطه فوق الشريط الخامس كما لاحظتوا، وكنشد هادوك الجناب اللي تيكونوا عندي زايدين أو اللي كيكونوا مدليين هكا، دوك لودينات. لكن نوريكم تقريبا راه بالعرض البطيء، يعني راه باين. وكنضغط على هادوك الجناب اللي تيكونوا شايطين، كيولي عندي دوك العوينات من التحت، كنشوف بلي هادوك الشرائط عندي مقادين، وكنقطع الجناب اللي تيكونوا زايدين. وهذا الشكل ديالها، وهذا نستمر نوريكم الطريقه. وكما كتلاحظوا العجين راه ما كيجيناش ناشف، وفي نفس الوقت ما كتجيش العجينه اللي مرخيه بزاف، كتجي العجينه مزيانه. وكنقاد كما كتلاحظوا دوك الزوائد كنضغط عليهم، راه الطريقه سهله وبسيطه. وتقريبا هنا راه وريتكم 4 ديال الطرق ديال 6 الاشرطه، وهذه ديال 5 ديال الاشرطه، كاينه ديال الشريط الواحد، وكاين الشكل هذيك اللي وريتكم ديال الشجره، حتى هي كتجي زوينه. وهذا نستمر نوريكم الشرائط، كنحط الشريط الاول فوق الشريط الثالث، والشريط الثالث فوق الشريط الخامس، وكنقاد الشباكيه ديالي، يعني ملي كنحطها كنقاد الشرائط باش ما يبقاوش ملويين، وكيجي هذا هو الشكل ديالها. وكنبقى غاده مستمره بنفس الطريقه حتى نسالي. وهنا كنوريكم ديال جوج ديال الشرائط، كندير جوج فوق جوج، وكندير الصباع ديالي في ديك العين اللي كتكون من التحت، وكنضغط. هاد الطريقة سهلة وبسيطة يعني بالنسبة للمبتدئات. ودابا غادا ندوز من بعد ما حطيت الشباكية ديالي حتى نشفات، كما لاحظتوا تغير اللون ديالها،
يعني وجدت الحوايج اللي غادا نستعمل في هاد في القليان. وجدت الكسكاس اللي غادا نحط فيه الشباكية، والعسل خاصو يكون بارد. هذا هو العسل اللي خدمت معاكم في القناة، والبنات اللي مازال ما شافوش العسل يمشيوا للقناة، راه كاين بزاف ديال الوصفات، كنتمنى انها تعجبكم. ومن بعد ما سخنت الزيت ديالي غادا نشوف يعني القياس، سخنته مزيان، ومني كنبغي نبدا نقلي الشباكيه كنقص من الحراره ديال البوطه اللي كنطيب فيها، يعني تكون نار مهيله باش الشباكيه ديالي تطيب حتى من الداخل، ماشي غير تحرق وصافي. كما كتلاحظوا الشباكيه راها كتقلى، ويعني ولاو في دوك النبيبلات هكاك، يعني كت الفقاعات لداخل، يعني باللي راه الشباكيه مجعبه وناجحه. وخاص ولا بد انكم تخليوها حتى تنشف. هذا الشيء علاش زوينه الشباكيه اللي ما كنستعملوش فيها الخميره ديال الخبز، يمكن لك تستعملي اي كميه وانت كتحكمي في الوقت اللي طيبيها فيه. اما الشباكيه اللي كنكونوا دايرين فيها الخميره ديال الخبز كتلقاي صعوبه، خاصك ضروري العوين اولا تكون يدك خفيفه بزاف، ولا تكون عندك الكميه اللي قليله باش هكا ما تجيكش العجينه منفوخه بزاف. وانا جربت الوحده الاولى، راه هي حطيتها في العسل، وخاص ضروري قبل ما تبداو يعني القليان تقربوا كل شيء عندكم العسل، يعني الشبكه اللي غادي تهزوا بها من المقله، كل شيء يكون واجد حداكم باش هكا حتى الروينه ما تكونش، وهذاك العسل ما يبقاش يقطر هكا في الجناب، كيكون واضح شنو غادي ديري بهاد المعدات يعني اللي محطوطه حداك، ما تكونيش تالفه سورتو. وانا كنهضر على السيدات اللي تيكونوا وحدهم. ومن بعد ما تقلات ليا يعني القليه الاولى ديال الشباكيه، غادا نوضع الثانيه. كما كتلاحظوا الشباكيه راها ناشفه، حاولت نقرب ليكم هكا الصوره، وانا كانت غير يدي بوحدي، يعني غير بوحدي في الدار. وكنعتذر انني في هاد 3 ايام عطلت عليكم الفيديوهات، ما حطيت حتى فيديو، جالسين الوليدات العطله هادي، ومني كيكونوا الوليدات جالسين في الدار راه ما تقدري ديري حتى شي حاجه، يعني بصعوبه. وكما كتلاحظوا العسل راه بارده، خاص ولا بد ان العسل تكون بارده باش الشباكيه ديالكم تشرب العسل. الا كان العسل خفيف بزاف راه ما كيدخلش مع الشباكيه. كما كتلاحظوا العسل اللي صايبت معكم جا خاتر وغزال، وخليتهم يعني تقريبا بين القليه والقليه شي 3 ديال الدقائق، راه كتكون كافيه. كما قلت لكم راه العسل بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الحلاوه بزاف وان الشباكيه تكون شاربه العسل، يعني انا غير 3 دقائق كانت كافيه والشباكيه شربات العسل. وبالنسبه للعسل راه كياخد السخونيه ديال الشباكيه، هي كتطلق في ديك الحراره وما كيبقاش هكاك تقيل، كيولي خفيف، يعني من بين قليه وقليه راه كياخد ديك الحراره ديال اللي كتكون في الشباكيه كيمتصها العسل. وهنا كان كلشي منظم كما لاحظتوا، وكنتفرج في نفس الوقت مديره التليفون ديالي، وحاطه الكسكاس هكا كنرش عليه مره مره داك الزنجلان، ويمكن لكم تستعملوا حتى اللوز ايفيلي حتى هو راه كيجي زوين. هذا الشيء كيبقى غير مساله تنظيم، قد ما السيده يعني نظمت الوقت ديالها وداك الشيء. انا صراحه كنت جامعة الدار نقيه وكت الوليدات كلشي قاديته، وعجنت الشباكيه ديالي ودرتها عاود ترتاح، ومشيت قضيت اشغال اخرى. ومن بعد ما بقى عندي حتى شي حاجه نديرها من غير الشباكيه، كنت واخده الراحه ديالي ومخدمه التليفون ديالي وكنتفرج، وفي نفس الوقت كنطيب. وراها البنات راها طريقه سهله، كنتمنى انكم جربوا الشباكيه وتستعملوها في هذا رمضان ان شاء الله، وتعجبكم الوصفه، عفوا الطريقه اللي خدمت بها انا. وما تنسونيش هكا من الكومنتيرات ديالكم الزوينين، اللي صراحه كيعطوني واحد الطاقه ايجابيه باش نزيد نعطي اكثر. واخا هاد الايامات كيبان لي بلي يعني التفاعل عندي في القناه اللي قليل بزاف،
ما عرفتش علاش، وسورتو ان كاينين شي بنات كتقول يا اختي انا شفت غير شفت يلا شفت القناة ديالك بالصدفة، يعني ما عارفاش باللي القناة ديالك، عارفة باللي بزاف ديال البنات ما كما كيتوصلوش بالاشعار ديالي، لان ما يمكن ما ضاغطينش على ما مفعلينش الجرس او شي حاجة هكا، ويمكن نتمنى انكم تفاعلوا معايا اكثر وباش نعطيكم اكثر والقناة ديالي تزيد ان شاء الله، لانني كنخدم على القناة ديالي من القلب ديالي، واهم اهم حاجة عندي في هذه القناة وهو المحتوى، خاصو يكون زوين ونقي ونرضي به الناس، والوصفات اللي ندير يكونوا ناجحين، كما كتلاحظوا الشباكية راه كيبان فيها دوك البيبلات باللي راها ناجحة وكتشرب العسل، يعني دوك الفقاعات كيبينوا، هذا دليل كما كنقولوا احنا مجعبة. انا غنفتح معاكم واحدة باش تشوفوا راها شاربة العسل، شفتوا انا هذيك راه كانت مجعبة والعسل فيها لداخل يعني، وفي نفس الوقت هشيشة ماشي قاسحة. وكنتمنى البنات ان الوصفة تعجبكم، وما تنسونيش البنات من الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، وكنبغي نقول لكم شكرا شكرا لكم بزاف وحده بوحده على التشجيعات ديالكم البنات اللي كيشجعوني دائما، راني عارفاكم شكرا لكم بزاف، ودزت هنا باش نقلي هذوك الشجيرات حتى هما كيجيو زوينين، وكنقول لكم السلام عليكم.